اتحاد العاصمه ومنتظر على العلق عليها زميلنا محمد جمال. مباراة جمعية عين مليلة ونادي بارادو عدت بعشر نقاط بالنسبة للأول ولا حدث بالنسبة للثاني. المباراة جاءت بحضور جمهور غفير لمساندة فريقه لضمان البقاء، والمدرب أيد جولي لم يجلس طيلة المباراة. الضغط المرتفع من قبل صاحب الأرض بدأ منذ الثواني الأولى، فصنع العديد من الحملات الخطيرة بواسطة زياد ومحيوس، وكانت أخطرها محاولة جغمة التي أبعدها مدافع النادي الأصفر من على خط المرمى. محاولات الجمعية تواصلت، وكان وراءها ريحان هذه المرة لنسجل هذا الرد الوحيد لنادي بارادو طيلة المرحلة الأولى، والمحاولة كان وراءها بوزوقة. أشبال المدرب عزدين الجودي كثفوا من العمل الهجومي في محاولة للوصول إلى شباك موسوي، فكانت المحاولات الخطيرة حيث تصدى الحارس موسوي مرة وفي المرة الأخرى نابت عنه العارضة إلى غاية الدقيقة 45، حيث كللت محاولات الجمعية بتسجيل هدف المباراة بكيفية جميلة، حيث صنع صيام التمريرة الحاسمة وتكفل طيبة بتحويلها إلى هدف المباراة الذي رسم الفرحة في المدرجات ونهاية المرحلة الأولى بهدف دون رد لصالح الجمعية. المرحلة الثانية نسجل هذه المحاولة لنعيج الذي ضيع ما لا يضيع، ثم تتوالى من جديد حملات صاحب الأرض بواسطة سلة وسعمار، أخطرها على الإطلاق المحاولة الثنائية بين سعمار طيبة والتي مرت فوق الإطار، ونهاية المباراة بهدف لصالح جمعية عين مليلة وانتصار يثبت ويرسم بقائها في خانة المحترف الأول. كان سعد بالعز يرسم ويثبت ويعيد أمل عين مليلة من بعيد 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 في موسم كان صعبا ومعقدا. نعم كما قلت لك، يعني تلعب 11 مباراة خارج ديار، تلعب مقابلتين بالويكلو بدون جمهور، وتلعب إلا مقابلتين داخل ديار، فأظن وما تخسرش، يعني الفريق الوحيد يعني أو هناك فريق واحد آخر أظن اللي ما خسرش داخل ديار، وبسبع انهزامات في البطولة كاملة، يعني كي تقارنوا ب البطل راه اللي يحتل المرتبة الأولى اليوم الاتحاد العاصمة عنده سبع هزائم، سبع هزائم وفرق أخرى 8 9، فأظن يعني كي تقارن هذا أنا مشيت بالنتائج هذو، ولكن تعادل كثير أملا. هذا هو اللي تكلمت الرسالة تاعي مع اللاعبين من الأول، كانت أنه هناك قوة داخلية في عملية ما خسرتوش بزاف، ما ربحتوش ولكن تعادلتوا، فهذه القوة هذو لابد باش تخرجوها، وهذه اللي كانت الرسالة المحفزة أو التحفيز تاعي مع اللاعبين. شباب المنتدى والذي لم ينزل